تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، شهد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة منافسات مسابقة ناصر بن حمد للصقور والصيد، وتابع سموه مسابقة كأس شوامة للصقور ومنافسات سباقات الخيل والسلق والهجن والتي أقيمت على كأس الخليجيين. وشهد سموه جانبا من مسابقة الصقور على كأس شوامة، حيث أحرز المركز الأول الصقار مبارك إبراهيم البوعينين في فئة الشواهين، فيما فاز فريق صقور البحرين بالمركز الأول في فئة جيرات الشواهين، وتأهل الفائزان للمنافسة على كأس النخبة التي ستقام على كؤوس سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة. كما تابع سموه منافسات سباق الخيل التي شهدت ندية وإثارة بين المشاركين، حيث فاز بالمركز الأول الفارس أحمد محمد علي على متن الجواد بروكلين سيران للمالك إسطبلات الأسمر. وحرص سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة على متابعة سباقات السلق التي أقيمت على أشواط الخليجيين، حيث شهد سموه فوز المالك الإماراتي محمد هاشم المنصوري بالمركز الأول في الشوط الأول، وفاز بالمركز الأول في الشوط الثاني المالك الإماراتي حمد خلفان الشامسي، فيما خطف المالك الإماراتي عبد الله صقر المركز الأول في الشوط الثالث. كما تابع سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة سباقات الهجن. هذا وتختتم مسابقة كأس شوامة للصقور بإقامة الأشواط الخاصة بالملاك في فئات الإحرار وجيرات الخلط والشواهين وجيرات الشواهين.